أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Ladies and gentlemen, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا أرض مكة خافقين أداك يشتاق تربتك وطيب هواك. يا أرض مكة خافقين أداك يشتاق تربتك وطيب هواك. يا أرض مكة والحنين يهزني ويهز قلبا هاج من ذكراك. لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك المولى.